الصورة على الشاشة في مكونات لطيفة وجميلة، بداية من البروكلي الجميل اللي دايما بيكون عنوان صيدلية دكتور التغذية أو العيادة التغذية. تاكل بروكلي، تشرب شوربة البروكلي، البروكلي سوتيه، احنا الكلام ده كله أي نعم أوكي، بس تعال نعمل البروكلي النهاردة بمدرسة المغازي مع الوايت سوس والجبنة. هتقولي لي الوايت سوس يعني حليب ودقيق، إيه المشكلة لما أنا أستخدم الحليب قليل الدسم مع معلتين من الدقيق ونعمل الجبنة الشيدر بتاعتنا ويبقى البروكلي معانا بدل ما هي بنسبة 90% هيلسي نخليها بنسبة 50%. هنبدأ طبعا دلوقتي بمقادير البروكلي، ازاي نعمل البروكلي بالصورة الحلوة اللي بتتكلم مصري. ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده؟ بروكلي لطيف بيجي في المواسم الشتوية، بيبقى متواجد في السوق بكثرة، سعره في متناول الجميع، يعني زيه زي القرنبيط، بس الفرق بين ده أخضر والتاني زهرة اللي هو البيضة القرنبيط اللي احنا عارفينه، ولكن الطعم مختلف طبعا بالتأكيد. يعني البروكلي معانا ومعانا جبنة شيدر، معانا في المقادير كمان بصلايه ناعمه، فص ثوم، معلقتين دقيق او ثلاث معالق صغيرين، مع حليب قليل الدسم او من السوبر ماركت بتكون الدسمه بتاعته قليله، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه جوزة الطيب. للامانه جوزة الطيب ليه مغازة علشان يبقى شويه فيه ايه طعم. مدرسه عمل البروكلي كالاتي، بنتسال على السوشيال ميديا دايما البروكلي يا شيف مغازي معانا بيسود، بنشوفه بعض المطاعم واحنا قاعدين بناكل فراخ مشويه او فراخ مشويه او بيكاتا بيبقى لونه اخضر. الخضار ده بيجي منين؟ هل هي خبره طهويه ولا في مثلا تركايه لازم تقول لنا عليها؟ الطبيعي ان انا هقول لك دلوقتي ازاي تحافظ على لون البروكلي يبقى لونه اخضر. طاسه على النار، الطاسه دي طبعا موجوده معانا لازم تكون شديده الحراره بالشكل ده كده، بحط فيها معلقتين زيت صغيرين من زيت الزيتون بالشكل ده كده. انا عايز ادي للبروكلي ده طعم لانه دايما متهم برضو ان هو بيبقى حاجه مسلوقه كده مش لطيف في الطعم بتاعه. فهنجيب الطعم ده ازاي؟ هنعمله طبعا احنا جراتان مع جبنه، بناخد البصلايه نحمرها كده صغيره، بصلايه صغيره بالشكل ده كده. طبيعي ان الجراتان يعني زعتر يعني روزماري يعني ريحان، الحاجات دي فليفر لطيفه مع الطعم والتست. معانا شويه زعتر حلوين، الريحة بتبقى حلوة، مفيش ريحة بصل في قلب البيت خلي بالك. فص ثوم، الله، الثوم مفيش منه مشاكل، بس أنصحك طبعا تستخدمي الثوم الطازة طالما الأكل صحي وأكل هيلسي وبتعملي أكل صحي في الأسبوع يوم يومين ثلاثة. على فكرة لما يعجبك الأكل الصحي بدل ما بتعملي يوم هتعملي اثنين وثلاثة، لأن هي نفس الفكرة بس أنت بتقللي الدهون في الأكل، بتقللي الدسامة. يعني لو بتعملي رز معمر مثلا او الرز المدسوس بتاعنا بلاش هالقشطه، ايه المشكله؟ يوم في الاسبوع بلاش قشطه، مره نعمل في الشهر ده رز معمر بالقشطه، للشهر اللي فات نعملها مثلا بالحليب بس كفايه، مفيش اي مشكله. يعني خلي بالك الرز بتاعنا المصري مفيش منه اي مشكله، اللي يقول لك الرز بيتخن والكلام ده كله بالعكس، الرز كربوهيدرات يعني نشويات، ولكن احنا لازم نستخدمه صح ونتعامل معاه بطريقه صحيه كويسه علشان نتخلص من الكربوهيدرات بتاعته والنشويات بتاعته. بصلايه اتحمرت خدت لون بالشكل ده كده حلو قوي، ما خلاهاش تاخد لون علشان ما تسودش الوايت صوص بتاعي اللي هو البشاميل الخفيف اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. وصلنا لدرجه الاحمرار من البصل ده كده، بناخد البروكلي بتاعنا. ازاي نغسل البروكلي يا ابو غازي؟ البروكلي ده طبعا بيتجاب، الله اللهم صل على النبي، اهو التقطيعه دي مطلوبه معانا، واحده سليمه واحدة مقطعينها جاهزة زي الفل. أنا عايز اللون الأخضر يا أبو غازي، لخص في الموضوع، نصبر على بعض دقائق معدودة دلوقتي. حاضر عينيا، هنحط شوية ملح بالشكل ده كده أهو. وجود الملح مع الماء المغلي في حالة تسوية البروكلي بيساعد على خضاره بالشكل ده كده. يلا هو ده بس خلاص، ونغطي الحلة بتاعتنا، لازم تغطيها يا ست الكل. البروكلي من الحاجات القيمة الغذائية بتاعته أساسي طبعا، بيعالج مشاكل الإمساك لأنه ألياف طبيعية جميلة جدا مفيش منه مشاكل خالص، مش زي القرنبيط ممكن يعمل لنا تضخم في القولون، مشاكل مع القولون، انتفاخات، الحاجات دي كلها. البروكلي بريء من الموضوع ده، شايف الخضار واللون الجميل ده كده. طبعا الصورة على الشاشة بتتكلم لوحدها، حلو الكلام.
البروكلي طبعا مضادات أكسدة عالية جدا اهو، بينقي الجهاز الهضمي اهو. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه ده؟ هنغطيه كده يلا، دقائق معدودة بتلاقي. تعالوا نعمل مع بعض الوايت سوس بتاعنا بتاع الايه؟ الأكلة بتاعتنا، عبارة عن شوية دقيق صغيرين مع معلقتين من الزيت. أنا بعلمك إزاي تعملي أكلة بطريقة صحية. يا نعم. عينيا، حاضر. حلو أوي. البشاميل أنواع، في منه التقيل وفي منه الخفيف. في حالة لما تعملي البشاميل التقيل لازم تحط في الاعتبار هنا بيكون طبعًا خضار. ليه يا عم الشيف؟ لأن الخضار بيدينا سوائل، والسوائل دي بتخفف من البشاميل بتاعنا. تقدري تعمليه خفيف في حالة لما تعمليه مع أنواع من الباستا زي المكرونة، زي اللازانيا، الحاجات دي كلها. أنا حطيت معلقتين من زيت الزيتون، بحط شوية دقيق صغيرين كده، وأقلب دول كده مع بعض. بتروحي على السوبر ماركت، في زبادي بتبقى الدسامة بتاعته قليلة. طبعا الشركة بتكتب بيقول لك في زبادي في البترينة اهوت، ده دايت وزبادي مش دايت، عادي نسبة الدسامة بتاعته بتبقى مكتوبة على العلبة، وبيبقى مكتوب ده لايت أو غير لايت. حلو الكلام؟ اه. شوية البشاميل دول مطلوبين. معانا حليب اهوت زي الفل، بنستعين بشوية شوربة من عندنا. يفضل الشوربة دي مش شوربة فراخ ولا لحمة ولا سمك، بوكيه جرنيه على النار من الجزر والكرفس والبصل والثوم. نستفيد بشوية شوربة كده من الخضار بتاعنا ده كده. اهو. يا الحلاوة دي. اه. حولت المية لشوربة خضار بالشكل ده كده. اه. وتسيبها تغلي على النار، تستفيدي بطعم الكرفس، طعم الجزر، طعم البصل، طعم التوابل اللي هو الحبهان، القرنفل، كل ده مع بعض. حاضر يا غالي، عايز اشوف البروكلت. ها؟ انا عارف مشتاق. ايه الحلاوه دي؟ شوف، انا عايز بالله عليك تقارن ما بين الصوره من واقع الخيال وواقع الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، دي من عند الراجل الفكهاني، والصوره اللي موجوده على عين البوتاجاز اللي في قلب الطاسه، ايهما الخضار بتاعه حلو؟ اه. ايه سر خضار البروكلي ده؟ هي رشه الملح على البروكلي مع الماء المغلي. اه. تسلوه سبانخ، رشه ملح مع الماء المغلي. بتسلوه بروكلي، رشه ملح مع الماء المغلي. بتسلوه فاصوليا خضراء عايزه تعمليها سلطه، رشه ملح مع الماء المغلي. اذا المعلومه الغير معلومه بتقول لك ايه؟ وضع الماء، وضع الملح للماء المغلي في حاله سال الخضار بيساعد على نضارته ولونه وخضاره. ننزل بالحليب بتاعنا الجميل. اه. يا ويلي العب. اه. ونقلب. ده الوايت صوص بتاعنا. طريقة لطيفة وجميلة اهو، طلع معايا. كل ما يتعرض لدرجة حرارة كل ما يديك قوام. شوية جوزة الطيب. أنا بحب جوزة الطيب مع الوايت صوص. بالشكل ده كده. في منها بتتجاب من عند العطار مبشورة، وفي بتتجاب سليمه تبشريها، تبقى في كده عند الراجل بتاع الادوات المنزليه مبشره صغيره لجوزة الطيب. بدا يبقى في قوام اهوت، بس خلاص زي الفل. بستعين بشويه شوربه من الخضار. ما انت كده كده هتحط ميه مغليه، ايه المشكله لو انت جبتي حله وحطيتي فيها كرفس بالشكل ده كده اهو، أصبح عندك فليفر وطعم لطيف وجميل. ونقلب كده يا عم الشيف، وأصبح إن الأكل بتاعي صح. بس أهم حاجة إنك تكوني داخلة المطبخ نيتك من جوه إنك تعملي أكل صح. دي المدرسة اللي أنا عايزها. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ البروكلي جاهز. نجيب الكاسرولة للتقديم بتاعنا. كده خلصنا من أكلة كلنا عارفينها. نبدأ نحط كده الكاسرولة. اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده. وناخد البروكلي بتاعنا اللطيف ده كده اهو. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. اه اه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ دي كده اكله على فكره، كده نقدر ان احنا نثبتها نوع من انواع السلطه. لطيف وجميل. اه. عصره ليمون كده لطيفه بعد ما يبرد. اوعى تحطي الليمون على الخضار بتاعك هو سخن، سواء سبانخ سواء بروكلي، الحاجات دي كلها. اه. اللهم صل على النبي. عندي جبنه، بنحط الجبنه على البروكلي كده وهو سخن. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ الطبق ده على فكره تعظيم سلام له، صحي من الدرجه الاولى، يعني بنسبه 90%. عندنا الوايت صوص بتاعنا، بص على الحلاوه، بص على الجمال، صلي على الحبيب قلبك يطيب. اه اه اه. خلصت الاكله بتاعتي. اه اه. زي الفل.
تمام. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ جراتان. ليه سميه جراتان؟ لان بياخد وايت صوص وجبنه وزعتر. الحله مكان الوايت صوص. حلو الكلام. هننزل يا عم الشيف بشويه جبنه. الله، ايه الحلاوه دي؟ درجه حراره الفرن عندي 180. ركزي في الموضوع ده، مطلوب. خلي بالك ما تحطيش فرن بارد، لازم الفرن يكون سخن مسبقا كانك بتعملي كيكه. الرشه الجريئه من الزعتر كالعاده هنا على الوش. الاكله بمكوناتها باضافاتها اعتقد ان فيها كل حاجه، فيها البروتين النباتي، فيها البروتين الحيواني، فيها كل حاجة، فيها الكالسيوم، فيها المعادن، فيها الألياف، فيها البروكلي. نعم يا غالي، أهو الله عليك، الله عليك، تعالى اشتغل مكاني. حطها. إيه الصورة الحلوة دي؟ إيه الصورة اللي بتسبق الحديث ده؟ لا أنا عايزك تجيب الصورة الحلوة من الفرن. يعني بص اشجيني بقى، مش لما أتعب تكافئني ولا إيه رأيك؟ هو ده، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه من جوه الفرن؟ احنا بيهمنا الكرين ممكن يخش جوه الفرن ويطلع سليم صاغ سليم. العب. بروكلي جراتان بنسبه كام يا عم الشيف؟ الاكله دي هيلسي بنسبه مرحله اولى من التنسيق، يعني 80%. حلو الكلام. معانا بروكلي هيلسي، دايما عنوان اي صيدليه او الدكتور تغذيه او العيادات التغذيه، البروكلي، الكرفس، الكرنب، الحاجات دي كلها. احنا استخدمنا البروكلي النهارده بطريقه لطيفه، عملناه جراتان مع جبنه، الجبنه الشيدر هنا سيد الموقف، البروكلي واخد لون وخضار وجمال، معانا وايت صوص